اسمعوني أرجوكم يا جماعة، ما بيصير نضل أكثر من هيك هون. استنوا يا جماعة، استنوني أرجوكم. رامي الشوار بكفي لهون وبس. رادها شوهت سمعتنا وحطت راسنا بالأرض. نحن ما عرفنا نربيها منيح. هالصورة لموهان ورفيقته كأنهم أخذين شي جائزة. شو أنت جنيتي يا بنتي؟ ما بدك تقولي لي على شو عم بتخططي؟ لأنه أنا ما عاد فهمت عليكي. هلأ بدك تحكي لي شو استفدتي من هاي الحركة؟ مو كانت الخطة أنه تبعدي موهان عن رادها؟ بس بهالحالة شوهتي سمعت خطيبك، لأنه الكل مفكر أنه موهان بحبها وبجوز عن جد يكون بحبها، صح؟ هدي يا ماما، خطتي هي رح تدمر رادها. بس انتي روقي، جروما هالمرة عطتني طريقة كتير قوية لحتى طلع رادها من هون. للأبد. شو قالت جروما؟ أخبريني. مو هلأ وقتها. ها؟ مع الوقت لحالك رح تفهمي كل شي. لوين أخذتيني يا ستي؟ لوين أخذتيها لرادها؟ شو صاير كمان؟ طمني، هالشي متوقعته. يلا خلينا نروح نشوف العرض الصباحي يا ماما يلي أنا جهزته. ستي تركيها لرادها، بترجاكي تركيها. بس قلي لي انتي لوين أخذتيني يا ستي؟ تركيني. طيب استني شوي، خليها عنا، بترجاكي ما تأخذيها. يا ستي رادها لا تروحي. ليش عم تاخدي رادها؟ عم تقلك ما بدها تروح. لحظة شوي، ليش انتي معصبة؟ صدقيني رادها ما عملت شي غلط. أنا اللي بنلام يا كدم باري. أنا صدقتك وتركت حفيدتي عندك، ما توقعت يصير هيك. الشي اللي صار مانو قليل بنوب لهون وبس. طيب ماشي، هدي حالك، أنا مقدرة موقفك هلأ. بس ليش عم تعاقبي رادها على هالشي؟ بترجاكي لا تاخدي رادها، خليها عنا. رادها ما لازم تضل هون ولا لحظة. ستي مو هلأ، ما لازم تروح، ما رح خليها تاخدها معه. لك يا بنت انت جنيتي شي؟ لازم تكوني فرحانة ان رح تنقلع من البيت. رادها رح تضل هون. استني، هذا ليش بيحشر انفه بكل شغلة؟ ما بيقدر يضل ساكت؟